أحبابي أهلا وسهلا. اليوم لدينا قطعة نادرة ألا وهي المحار المتحجر. محار متحجر مول بيتريفيه، ثقيلة جدا. انظروا إليها، محار متحجر هكذا. نعم، محار متحجر. نعم، هذا هو المحار المتحجر هكذا. انظروا كيف. بعض الرواسب لا تزال به. هذه هي طبيعتها. نعم، هذا هو المحار المتحجر. نعم، سنرجعه كما كان هكذا. نعم هكذا، مول بيتريفيه ثقيل، لا يمكن أن يتحجر إلا ما يفوق عليه على الأقل 2000 سنة. نعم، انظروا كيف، نادر جدا. ستجدون هذا الفيديو على اليوتيوب، محار متحجر مول بيتريفيه. وشكرا جزيلا.